في تعاملات المعادن الذهب يسجل مستوى قياسي جديد، يعني أظن أنه تحدثنا عن الذهب كثيرا الأيام الماضية وتقريبا هو نفس الحديث المتكرر، الذهب ولا يوجد من يريد من المؤسسات أو ممن يحتفظون بالذهب حول هذه المستويات، لا توجد رغبة حقيقية في بيع الذهب أو التخلص من الذهب أو جني الأرباح على الذهب، وهو يحقق يعني كل الآمال ويستمر في الارتفاعات مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، وعلى الرغم من أن صورة الاقتصاد الأمريكي فيها قوة ومرونة لا تفترض أن الفيدرالي سيتسرع بعمليات خفض الفائدة، الأسواق تعيد تسعير الأمر من جديد وعوائد السندات عادت للارتفاع والدولار قوي، وعلى الرغم من كل ذلك يحافظ الذهب على مكاسبه، بل أن الفضة أيضا ترتفع واليوم 34 دولار وربع يعني وتغازل مستويات 35 يعني بين حين وآخر، واتجاهها العام صاعد وحتى أداؤها السنوي أفضل من الذهب في هذه المستويات. الفارق أنه الفضة تبقى بعيدة عن أعلى مستوياتها على الأطلاق، يعني هذا ما يمكن أن يجعل الفضة أكثر سرعة في الارتفاعات إذا ما استمرت هذه الحالة من الارتفاعات، أنه ما زالت بعيدة تماما، لأنه الذروة على مستويات الفضة هي مستويات 49 دولار، نحن الآن عند مستويات 34 دولار، وهذا تقريبا يعني حوالي 40% ارتفاع، لأنه دائما حينما تنظر الأسواق إلى سعر قادم قد تنظر إلى المستويات التي وصلت إليها في مرحلة سابقة. نحن في 2011 ارتفعت الفضة إلى 49 دولار أو 50 دولار للأونصة، هل يمكن أن يتكرر ذلك؟ على كل دعوني نسأل عن الذهب والفضة، ورحب بضيفي من ماساتشوستس أندرو أديسون مؤسس The Institutional View. أندرو أهلا بك، يعني أنت كنت من البداية من الذين يعني كان رأيهم واضح، الذهب مستمر في الارتفاع والأساسيات تدعم ذلك، هل اليوم ونحن على مشارف 2800 دولار ما زلت مقتنع أنه يمكنه تحقيق المزيد؟ Yes, good evening, Masa Akshar. نعم، مساء الخير لك محمد، وشكرا جزيلا على الاستضافة مجددا. نعم، ما زالت دراساتي تشير إلى ارتفاع بأسعار الذهب والفضة أيضا، كما أن هذا التحليل يشير إلى عناصر تقنية تدفع الأسعار نحو الأعلى، بالإضافة إلى أساسيات تدفعهما نحو الأعلى. حاليا الفضة مفروض أن تكون في القيادة حتى، فبالتالي حاليا نتوقع أن الذهب سوف يصل إلى 2900 دولار حتى قبل نهاية السنة أو في نهاية السنة، والفضة عندما ستتخطى عتبة 35 دولار سوف ترتفع بسرعة إلى 40. طيب هل تعتقد أنه يعني أنا أريد الحديث عن الذهب، لكن بما أنك ذكرت الفضة، هل تعتقد أنه ستصل إلى مستوياتها القياسية في أي وقت قريب؟ عندما نقول في وقت قريب أشك بأننا نتحدث مثلا عن نهاية السنة هذه، ولكنني أتوقع أن الفضة سوف تصل إلى 50 دولار في نهاية السنة المقبلة. هناك الكثير من المؤشرات في أسواق السلع بشكل عام وأسواق الأسهم حتى، إن هناك شيء سوف يحصل لرفع الفضة ب40% في غضون الأشهر ال15 شهرا القادمة، ولا يمكن أن ننكر ذلك يعني. طيب دعنا نفترض يعني بما أنه الانتخابات هو عامل أيضا أساسي في تحركات أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية، ودعنا نفترض أنه في الحالتين، في حالة فوز ترامب، هل تعتقد أنه الآن الأسواق وتخوفها الموجود سيقل ويعود اليقين إلى حد ما، وبالتالي يؤثر ذلك سلبا على الذهب؟ وفي حالة فوز هاريس، ونعلم أنه ربما يعني من التجربة السابقة ترامب قد لا يتقبل الهزيمة في حالة حدوثها، هل سنشاهد الذهب يحلق بعيدا؟ هذا سؤال ممتاز بالفعل. في السيناريوهين، وفي أي من السيناريوهين في الواقع، إذا ما
فازت هاريس واعترض ترامب أو إذا ما فاز ترامب، أعتقد أن الذهب سوف يستمر بهذا الرالي. لماذا؟ لأنهما المرشحان قد أعلنا في برنامجهما الانتخابيين عن برامج انفاق كبيرة، وأكثرية الخبراء الاقتصاديين يعتقدون أن هاتين الخطتين، خطة هاريس وخطة ترامب، ستؤديان إلى تضخم أعلى، إلى ارتفاع التضخم بسبب هذا الانفاق الفائض. وطبعا ما يقترحه ترامب هي تعريفات جمركية كبيرة، لذلك فإن البرنامج الاقتصادي للمرشحين سوف يعني أن أسعار الذهب والفضة سوف ترتفع بشكل مهم. ولكن إذا ما انتخب ترامب بسبب الهواجس والمخاوف الكبيرة بين الحكومات والمستثمرين حول العالم بسبب انتخاب ترامب، من الممكن أن يكون انتخاب ترامب أفضل للذهب، لأسعار الذهب. ولكن الفكرة الأساسية هي أن دراساتي تشير إلى ارتفاع في أسعار الذهب والفضة بغض النظر عن من سيفوز في الانتخابات. طيب، يعني أنت كل السيناريوهات بالنسبة لك تؤدي إلى ارتفاعات الذهب، وأيضا يعني جزء من منطقية السوق وطبيعته أنه يكون هناك عملية جني أرباح أو تصحيح في مرحلة ما. ما الذي سيقودها؟ هذا السؤال الأول أندرو، يعني ما الذي عنده نقول سيبدأ الذهب في جني أرباح؟ السؤال الثاني، ما هي مستهدفاتك على الذهب للعام القادم أيضا؟ يعني نعم، سؤال ممتاز. ما أعتقد أو ما قد يتسبب بإخراج الذهب عن هذا المسار ويتسبب بتصحيح هو بيانات اقتصادية قوية جدا، أقوى بكثير، ستؤدي بالفيدرالي لعدم خفض أسعار الفائدة. وإذا ما رفع الفيدرالي أسعار الفائدة مثلا بربع نقطة سنوية بسبب نشاط اقتصادي قوي، هذا سيكون أمرا سلبيا للذهب سوف يتسبب بتصحيح عميق نوعا ما. ولكن لا تنسى محمد أن الرالي على الذهب كان قويا لدرجة أن الذهب ارتفع بأكثر من 35% منذ بداية السنة. نتذكر مثلا أننا كنا في 2000 دولار، أما الآن فنصل إلى 2800 دولار تقريبا، وبالتالي قد يكون هناك تصحيح ب100 دولار في الذهب. أنا لا أتوقع ذلك أبدا، ولكن هذا شيء يجب أن نعرفه يعني أو نعي له، وبالتالي نعم المستثمر يجب أن يبقي ذلك في ذهنه. نعم، أشكرك على هذا التحليل أندرو أديسون، مؤسس The Institutional View. شكرا جزيلا.